مساء الخير، مساء السعادة والمحبة، رمضان كريم علينا وعليكم. أكيد وصلنا إلى فقرة الطرشانة. أكيد وصلنا إلى فقرة الفطور. راح تكون عندي أكيد حكون الطرشانة، وراح يكون عندي هنا الكبة الحلب، كبة الحلبية، وراح نشتغل شنو أمورها ونشوف شنو تفاصيلها. شو تقول يا عدي؟ على الطرشانة؟ طيبة؟ اوكي، راح يكون هنا عندي طبعا الطرشانه اللي انا منقعها تقريبا خلينا نقول 700 غرام و300 غرام، الباقي من العلوشه مالتها ومنقعيها وغاسيها غسله حلوه. من الضروري نغسلها مرتين ثلاثه وبعدين بمصفي حتى اي بيها تراب او اي شيء ممكن، وننقعها نرجع بمي حتى تكون شويه هشه. راح يكون عندي هنا هيل لوز، راح يكون عندي هنا دبس رمان، 2 كوب سكر. طبعا هنا راح يكون عندي المي المغلي هنا ويا قطعه من الضلع. اوكي، نجي هنا حيكون عندي هنا قطعه لحم ذاب وياها هذا الشكل. اوكي، طبعا لازم المي يغلي. يلا نخلي الطرشانه اللي موجوده حتى ما تكون عندنا، حتى ما تنمرض عندنا. هذا راح يكون اوكي، هذا راح يكون ويانا. طبعا هنا عندي المي، لازم المي يغلي، قلنا يلا نخلي الطرشانه اللي موجوده. اوكي، مثل ما شفتوا هسه راح نرجع. طبعا راح نطبخ وياها شويه من الرز الابيض. اوكي، راح يكون موجود هنا نقعيه وجاهز، رشيت له شويه من الملح هنا حتى قبل نطبخه. نجي هنا للكبه الحلب. اوكي، كبه الحلبيه راح تكون عندي طبعا هنا عندي كيلو تمن، راح يكون طبعا مسلوق ويا كركم ويا صبغ اللوزينه وبدون اي دهن بدون اي ملح. صفيناه وصار عندنا بهذا الشكل ومرته يعني مرده حلوه، يعني ندوسه بهذا الشكل باليد او ماكينه. راح تكون عندي هنا حبه بطاطا مسلوقه، يكون عندي فلفل اسود، شويه من الكمون، بيضه، وراح يكون عندي الملح الاساس اللي هي للكبه البوتيتا، وراح يكون عندي النشا، نشا ملعقتين طعام، وهنا حبه من البوتيتا. راح ناخذ المقادير على الشاشه اللي هي للحشوه وللكبه هنا حيكون عندي الكبه الحلبي، راح يكون عندي تمن 1 كيلو طبعا مسلوق مثل ما قلنا بدون دهن بدون اي ملح. صبغ لوزينه حيكون وياه ويا السلق والكركم، هذا يكون التمن صبغ لوزينه والكركم هذا النسويه، راح نسلقهن حتى يكون لون الكبه هذا اللون الصفار. نجي هنا بطاطا ورا ما نصفي، راح ناخذ نخلي بطاطا مسلوقه واحده، حيكون عندي نشا ملعقتين، بيضه واحده، كمون زائد فلفل اسود 1 ملعقه كوب، ملح راح تكون هاي المطيبات ممكن، زيت نبات راح يكون عندي 1 كوب اللي هو هذا موجود ويانا، ممكن نعجن به وممكن نخلي بدينا شويه زيت ونسوي به بدون اي مي، طبعا ضروري بدون اي مي للكبه الحلب. نجي هنا الحشوة راح تكون عندي اللي هي للكبة، الحشوة راح تكون للكبة نشوفها. اوكي، راح يكون عندي هنا طبعا هنا راح يكون عندي اللحم العجل المفروم، راح يكون عندي اللي هي ربع الكيلو. اوكي، راح يكون عندي البصل المفروم، راح يكون عندي فلفل اسود، فلفل احمر بودره، هاي المطيبات ممكن انتو اي مطيبات نقدر نخليها من التوابل، كزبره راح تكون عندي ناشفه، تكون عندي معدنوس رشه والملح، هاي تكون الحشوه اللي انا هسه مجهزه، هاي الحشوه نجي عليها هنا شوفها. نجي هنا نشوف الحشوه. هاي راح تكون الحشوه طبختها طبعا طبخه حلوه، طبعا بدون سلق ما نسلق اللحم، قبل نحمصها شويه زيت او ممكن زبده. طبعا راح يذب الدهن ماله، قلنا اللي وياه شويه المي ماله راح يذبه، راح يكون عندي هذا الشكل ماله. اوكي، شويه كم بيضه فوق. اوكي، نجي هنا طبعا نحب نذكر كل هذا البرنامج برعايه مطابخ السنديان والديكورات، وتكون هاي الاكله الجميله برعايه مطعم شاورما. هسه نجي هنا اول خطوه نخطيها، راح نبلش نسوي الرز اللي موجود عندي. ها، راح نطبخه. هنا نطبخ، ضروري يكون شويه رز ابيض ويا الطرشانه. خليناه، طبعا رشينا له شويه ملح وبدينا وراح نحمص به. نحمصه بهذا الشكل.
غير شكل. هنا شوي نطبق التمن بالزيت اللي موجود. طبعا راح ناخذ من مي اللحم اللي موجود. هسه راح ناخذ من المي اللي موجود عندي هنا. نجي هنا ناخذ عندي سجا. سجا من بغداد. انقطع سجا. ان شاء الله تعاود. هسه اذا ممكن تعاودين يا سجا صار مره ثانيه ممكن. هسه خلينا هنا من مي اللحم شويه. اوكي حتى خلينا بهذا الشكل. اوكي هسه حنغطيه ونخليه على ما يكون عندنا جاهز. اوكي هسه نجي هنا ناخذ الطرشانه. بعدين بالاخير احنا راح نشتغل الكبه. راح نذب المي اللي موجود بيها اللي نقعناها بيه. راح نذبه بهذا الشكل. اوكي ناخذ ام علي من كربلاء. عندنا هنا المي حار راح يكون موجود حتى نخلي بيه الطرشان. ناخذ ام علاوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ شلون اخبارك؟ رمضان كريم علينا وعليكم. عافيت ايدك. ويدك ويدك يا طيبه. انت طيب. الله يخليك. انا عمري احنا كيف البحر سويت كنافه. ايه الجبن العرب مالح لا 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 كون طبيعي. جبن طبيعي يعني لا مالح ولا اي شيء يعني جبن طبيعي جبن الطري. اوكي شكرا لك نورتينا. هسه نجي هنا راح نخلي بعض المي شلون يغلي. نجي انا وعدي هنا ناخذ ازل من ميسان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. وياك ازل. ازل اهلا وسهلا. محافظة ميسان. على راسي هلا بيك. طريقة عمل خبز الصاج. طريقة عمل خبز الصاج؟ ايه. اوكي يعني انت تسويه بالبيت تريدين؟ ايه بالبيت باللحم. خبز الصاج عندك انت عندك البوجه مالته مال خبز الصاج؟ ايه عندي موجوده. شلون الشغله؟ ايه هسه نطين المقادير. اوكي يس. اوكي نطيك المقادير. اوكي راح تكون طبعا المقادير هي الخبز الصاج اللي هي راح اطفيها فيها. اوكي شنو؟ راح اطفيها واصورها. ما موجود ما موجود عليه. راح نطيك اياها شفهيا راح يكون. اوكي شكرا لك الغاليه. شكرا لك. ناخذ نور من بغداد. نور رمضان كريم. نور الو رمضان كريم علينا وعليكم. اريد ان شلون نسوي المات الدولمه. ابي اعرف شلون نسوي مكونات الدولمه. اي اوكي الدولمه انت تسوين بالبيت؟ سوي قبل لو مسوي؟ لا ما مسويتها ابد؟ لا ما مسويتها. اوكي هسه شوف مقاديرها ممكن يم فروس الشمري شوفها اذا موجوده. اوكي شكرا لك. ناخذ ام مصطفى من بغداد. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. انا بس ارد المقادير مال العوامات. مقادير العوامات؟ اي والله. اوكي احنا راح نشتغلها بهاي الايام. راح نشتغل عوامات. اوكي ان شاء الله. حتى شوفت شلون يكون شغلها ان شاء الله. اوكي نورتينا شكرا لك. ناخذ الدولمه على الشاشه اللي هي تكون عندي الـ طبعا لحم مفروم نصف كيلو رز 1 كيلو زائد سلك. طبعا سلك او ورق العنب راح يكون موجود يمكم. معجون نصف الكوب راح يكون عندي شطه 3 ملعقه طعام زائد عصير الليمون دبس الرمان نصف الكوب راح يكون عندي. طبعا هاي كلها راح نضيفها ويا الرز اللي موجود ونخليها نتركها. طبعا الفلفل الاحمر البودره ممكن ناخذ لها صوره ونخليها على جنب على ما تاخذ التوابل اللي موجوده عندنا ونجي نطبخها. هسه نجي هنا راح نضيف للطرشان. راح نجي هنا نضيف الهيل. راح اضيف الهيل. نضيف الهيل بهذا الشكل. طبعا
طبعاً أنا هيل أحبكم. هالسين هنا راح نأخذ هنا اللوز، راح يكون عند اللوز، هيكون عند اللوز هنا. هالسين هنا أوكي أوكي. هسه ممكن طلبوا من عندي الكنافة، ممكن نعرض مقادير الكنافة على الشاشة. أوكي راح يكون عندي الكنافة على الشاشة اللي الباحة اشتغلناها. أوكي راح يكون عندي شعرية كنافة 2 كيس صغير مع وهي العجينة أو أي أسواق ما نكون موجودة نجيبها. راح نفتحها من الكيس وراح نفتحها بدينا، ما نخليها متلاصقة. راح نخلي وياها أكيد راح يكون عندي طبعا الزبدة نصف كوب، راح يكون عندي السكر نصف الكوب. أوكي راح نخليه وياها أو الحليب المكثف مثل ما أشوف. الشيعة تكون عندي والسكر 2 كوب والماء طبعا هاي الشيرة. مثل ما شفتوا هاي المقادير اللي عرضناها حتى هسه هنا. اوكي طبعا خلينا الهيل وخلينا اللوز سويه، خلينا هذا الشكل. هسه ننتظرها على ما تبقى تفور عندنا، ورجي وراها حنخلي السكر. اوكي حنخلي الدبس الرمان اللي موجود هنا. هسه الرز على النار، راح نخلي النار هذا تكون عليه يعني راح نهدره، اللي على نار هادئة. اوكي اللي هنا اوكي شغل الساحبة. اوكي مثل ما شفت. هسه نجي هنا نجي نشتغل الكبة، نجي هنا نشتغل الكبة مثل ما شفتوا المقادير اللي ذكرناها. راح يكون عندي هنا الكبة. اوكي هنا راح يكون عندي هنا التمن. اوكي هنا التمن راح يكون عندي جاهز يعني مستوي، سلقناه سلقه حلوه طبعا وندوسه باليد هيجي. بقى يكون لازم ضروري يكون معجن التمن، ضروري يكون معجن التمن. باعوا شلون عجين صاير هذا الشكل، باعوا شلون عجينه صاير. هسه هنا حلو. هسه احنا ناخذ البيضه، ناخذ بيضه. اوكي خلينا بيضه، راح نخلي هنا رشه من الكمون، وهنا الفلفل الاسود. اوكي وهنا راح نخلي الملح، هنا راح نخلي الملح هنا. اوكي هسه راح نجيب النشا، راح نضيف النشا، نضيف النشا. النشا طبعا النشا راح يعطي قوام قوي للكبه، راح يخليها تكون كريسبي وما تتفلش نهائيا. اوكي طبعا شوف هاي الكبه راح نشتغلها احنا بدون اي مي، ما بيها اي مي، عدل مي احنا سلقنا بالتمن اللي موجود عندنا وصار عندنا هذا الشكل، بعد ما نحتاج اي مي وما نخلي اي مي. اوكي احنا نجي نحرك بهذا الشكل هنا. اوكي وبهذا الشكل هنا. اوكي راح ناخذ بطاطا 1 حبه مسلوقه وراح نعجنها بهذا الشكل، بهذا الشكل نعجن. خلينا قلنا احنا عندنا 1 كيلو تمن مسلوق، خلينا 2 نشا ملعقة كبيرة طعام خليناها، 1 بتيتة مسلوقة ضفناها حباية واحدة مسلوقة سلقة حلوة وجينا خليناها هنا. خلينا شوية من الكمون، شوية من الفلفل الأسود والملح. طبعا ويا السلق، ويا السلق احنا نضيف ضروري نضيف الكركم ونضيف الصبغ اللوزينه. هسه راح ندوسها بهذا الشكل، نهرسها باليد وبهذا الشكل مثل ما تشوفون. راح نجي شلون نخليها تكون طريه بالزيت اللي موجود، راح نخلي زيت، خلينا زيت
نجي هنا بهذا الشكل ندوس ناخذ زهراء من بغداد. زهراء الو انا وياك شلونك اخبارك؟ ها اخبارك شلونك؟ رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. نومريني شلونك في عباس؟ الحمد لله. انت اخبار زينه؟ الحمد لله بخير. نومريني حبيت اسلم عليك بس. مسوي فطور اليوم؟ لا والله ما مسوي. ليش ما تسوي الفطور؟ ها؟ ليش ما تسوي الفطور؟ لا ما مسوي وين؟ انت صايمه مو؟ ما اعرف. تعرفين؟ صايمه انت صايمه؟ اي الحمد لله. الله الصيام مقبول ان شاء الله. يلا شكرا شيخ عباس. شكرا لك، شكرا لك نورتينا. نورتينا. ناخذ حنين من واسط. الو مساء الخير. مساء الخير يا حنين. رمضان كريم. ما صوت ناصي؟ صوت ناصي افروس. الو الو شلونك؟ مساء الخير. مساء الخير، شو اخبارك؟ رمضان كريم يا فاطمه. رمضان كريم، شو اخبارك؟ علينا وعليكم الحمد لله. اريد بس تمن الاحمر. التمن الاحمر؟ اي نعم. ليش لو العدي؟ العدي. العدي؟ عدي يعشق التمن الاحمر، انا ما شفت واحد يعشق التمن الاحمر مثل عدي. لا تفكرش. تحبون التمن الاحمر؟ تسمعيني يا فطم؟ انا وياك حنين مو فطم. حنين. حنين. اقول لك لازم عدي عنده كرش. عدي عنده كرش؟ لا والله ما مبين عليه. شكرا لك، شكرا لك. لا عدي السر هنا نجي بهذا الشكل مثل ما تشوفون دسناها بهذا الشكل. اوكي هسه راح نجي مثل ما شفتوا صارت عندنا هاي العجنه الحلوه. اوكي هسه صارت عندي جاهزه. هسه هنا حلو مثل ما شفتوا راح نجي هنا نشوف الطرشانه اذا تفور عندي بهذا الشكل ويا قطعه اللحم الحلوه بهذا الشكل. هسه راح نجي ناخذ السكر. ناخذ السكر 2 كوب راح نضيفه بهذا الشكل. اوكي. وناخذ ياسين من الانبار. ياسين. الو. الو شو اخبارك؟ رمضان كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك انت امورك؟ اخوي والله رمضان كريم علينا وعليكم. شنو؟ اخوي بس دعم طريقة الزيارة مالت. طريقة شنو؟ صوت يقطع. ياسين. شنو؟ طريقة شنو؟ السمك شنو؟ طريقة البريان مالت السمك. بريان السمك؟ اي نعم. المطبق السمك. بريان مطبق. مطبق السمك. اوكي؟ مطبق مالت السمك. اوكي صوت التلفزيون عالي يا ياسين. انت طبعا نص التلفزيون يعني بالله. ياسين تسمعني؟ اي اسمعك. اي نص صوت التلفزيون او صير بعيد عليه؟ اوكي 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 المطبق السمك. اي نعم. اوكي مطبق السمك طبعا راح نقل السمك بالبدايه نسوي قطع اللي نريدها احنا واللي نحبها قطع اللي صغار او كبار. طبعا نفس الزيت اللي موجود اللي قلينا به السمك راح نجي نخلي التمن نطبق التمن به شويه بطاطا ويا شويه من الكشمش نوم بصره عود دارسين هيل طبعا والبصل شرائح البصل او مكعبات البصل نضيفه وياه وكركم والكاري والكمون والفلفل الاسود هذا كلها طبعا بالاخير ممكن رش رشه من دبس الرمان ويا نطبق السمك وراها راح ناخذ السمك الموجود ممكن نهدره بجدر يعني نصفط سمك ونخلي التمن فوقه اللي طبخناه وجهز نرجع نصفط يعني شلون المقلوبه نسميه طبقات
ونقبقه ونخليه على نار هادئه حيل ونخليه على الماء يتهدر يكون طعم غير شكل. وان شاء الله راح نشتغل نطبق السمك. اوكي بالعافيه عليك. هسه هنا اوكي راح نجي للكبه نلف الكبه. طبعا خلينا 2 كوب سكر ويا مثل ما سوينا الطرشانه. راح نجي هنا عندنا زيت ناخذ. وسام من ذيقار. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، شو اخبارك؟ رمضان كريم علينا وعليكم. الله يسلمك. الله يخليك، الله يحفظك، امرني. ممكن سؤال بلا زحمة؟ عيوني، جواب. رأيت طريقة البريان بالدجاج شلون؟ بريان الدجاج أنا اشتغلته هنا قبل يومين اشتغلنا البريان الدجاج. شفته لو ما شفت الحلقة؟ لا ما شفته، تبي تعطيني المقادير؟ أوكي، هسه نعرضها ونشوف المقادير وين. أوكي؟ مشكورين فيها. حبيبي الغالي، حبيبي. تسلم. شكرا لك. راح يكون هنا البرياني الدجاج بالجو، مثل ممكن ناخذ له صوره للبرياني الدجاج. اوكي هذا يكون عندي طبعا دجاجه مقطعه والرز والبصل مثل ما تشوفون، زاد البطاطا والفلفل، ممكن ناخذ له صوره حتى نشتغلها. هسه نجي ناخذ المرة الثانية. هذا الشكل. اوكي ناخذ الحشوة ونخلي بداخلها وندوسها. وندوس بهذا الشكل. شلون يكون الشكل مالتها؟ السنة حلو. طبعا نحب نذكر تكون هذا البرنامج برعاية مطابخ السنديان والديكورات، وتكون هاي الأكلة الجميلة برعاية مطعم شاورما. كل ما ناخذ نرجع شوية بهذا الشكل. شو تقول يا عدي؟ هنا ندوسه بهذا الشكل. اوكي اوكي السن هنا حلو. نخلي الحشوة وندوس بهذا الشكل. مثل ما شفتوا يكون عندي بهذا الشكل. غسل هنا حلو. نجي نكمل بهذا الشكل. وندوسها. كل ما نسوي قطعتين ثلاثة نجي نخبطها من جديد. هنا شوية زيت. هنا حلو. نجي ناخذ ونخليه بنصها. وندوس. عندنا هنا الدهن لازم نسبة الدهن تكون عالية حتى نقلبي الكبة اللي موجودة عندنا. هسه هنا حلو. اوكي هسه ناخذ نجيب طبق حتى نقلي الكبه اللي موجوده عندي حتى تكون امورها ماشيه ويانا. اوكي هاي طبقين
السكر اللي سويناهن. نجي انا اخذ هذا الطبق اوكي، نجي نخلي هذا الشكل شويه من المعدنوس حتى شنو نخلي. ناخذ المقادير مره ثانيه اللي هي تكون للكبه، ناخذ المقادير حتى شنو تكون امورها اوكي. اوكي هنا حلو. لا تكون المقادير على الشاشة، ممكن يحب يشتغلها. اوكي مثل ما شفتوا صوت الدهن زين. نجرب أول وحدة. نشوف شنو أمورها. لازم إحنا قلنا أول وحدة قبل كل شيء حتى نتأكد من أدها. ممكن يحتاج لها إضافات أو ما يحتاج لها. ليش نسويها كلها ونحضرها بصينية ونتعب عليها بعدين يكون بيها إشكال. اوكي هذا صار شكلها، هذا صار الشكل مالتها. اول وحده قليناها مثل ما تشوفون. اوكي راح نجي نخليها هنا هذا الشكل. نرجع من جديد. ونخليه طبعا لازم شوي ندوسها قوة حتى نطلع الهواء اللي بداخلها، ما يكون موجود هواء بداخلها. اوكي عدي يسأل على هذا دبس الرمان. هذا دبس الرمان راح نخليه للطرشانة. ناخذ الزايد اذا بيها زايد ناخذه. هنا حلو. ونجي لازم يكون الدهن شويه متوسط الحراره مالته. ونرجع نكمل بهذا الشكل. ناخذ الحشوه ونخلي نرسل هنا. حلو شوف شلون يكون شكلها. راح نجي نخلي ونقلب هذا الشكل. نجي وسجى عوده اتصال. يا سجى، سجى من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شخبارك يا سجا؟ الحمد لله. شيف عباس بيبيك حيل سلم عليك. بيبيتك حيل سلم علي، سلامي إله. أخبارها زينة يمك؟ بيبيتي إيه بس تستحي السالة. ها؟ بتقول أستحي. ها تستحي تحكي، سلمي لي عليها هواي هواي. الله يسلمك. هلا. يومية تجي العصر، تعالي خابري لي على شيف عباس. يومية العصر؟ إي والله. زين زين. زين من تقول استحي؟ من يسوي فطور؟ انت لو بيبيتك؟ لا مامي. ها مامي الله يعطيها الصحة والعافية. وانت ليش ما تسوين فطور؟ أنتي؟ ايه؟
والله أني عارف ماما بس مو ما حيل نفس ماما. ها يعني مو ما تعرفين مو؟ لا أعرف. سلمي لي عليهم، سلمي لي على الأهل، على الحجية والبيبية كلهم كلهم سلمي لي عليهم. شكرا لك. هالسنة جناء شوف شون كبوة الحلوة. نجي ناخذ فاطمة من بابل. السلام عليكم. هلو، شخبارك يا فاطمة؟ تمام الحمد لله. شلونك؟ شلون صوت ما اسمع فرس؟ اقول لك الحمد لله بخير. كيف انت شلونك؟ الحمد لله الله يحفظك الله يخليك. كيف ممكن سؤال؟ عيوني جو. مقبلات الاسباجيتي. الاسباجيتي مقبلات، طبعا انا سويتها قبل 4 ايام، سويتها طلبوها من عندي وسويتها. اوكي اوكي، هسه نشوف اذا موجوده ام فروس الشمر، اذا موجوده عده. اوكي شكرا لك، نورتي. شكرا لك، شكرا لك. هسه مثل ما شفتوا وبهذا الشكل الوسائل، الكبه الحلوه. حلوه الكبه ولا تقبل؟ نجي هنا نطلع هذا الشكل. ونرجع نشتغل نقلي، وهاي ممكن احنا اذا نحافظ على الكبه نقدر نضمها. ما راح نخليها هيك، راح نقليها نص تقلاه ونطلعها نصفطها نخليها تبرد، ورا ما تبرد عندنا نقدر نضمها نحافظ عليها. راح يكون سلطه الاسباكيتي على الشاشه اللي طلبوها من عندي. راح يكون عندي طبعا اسباكيتي 1 كيس، راح يكون عندي كاتشب كوب ونصف، راح يكون عندي فلفل اخضر شرائح، كمون 1 ملعقة كوب، ليمون دوزي 1 ملعقة كوب، زيت الزيتون، نعناع والملح. طبعا هاي راح تكون هي سباكيتي. نجي هنا نكمل بهذا الشكل وندوس، بعد نضغطها شويه بقوه حتى نطلع الهواء اللي بداخلها يكون. اوكي صارت ملوزه عندنا. نجي هنا نشوف هاي القطعه صارت عندنا، صار هذا شكلها الحلو. هسه نجي هنا نشوف الطرشانه شنو امورها. هنا نشوف الطرشانة وقطعة اللحم اللي موجودة، هاي قطعة اللحم اللي موجودة وياها غير شكل. طبعا طبعا اللحماية منتهية مستوية، والطرشانة خلينا لها السكر مثل ما شفتوا 2 كوب. هسه راح نجي نضيف دبس الرمان، نضيف دبس الرمان وياه. ضفنا دبس الرمان بهذا الشكل ويا الطرشانة، راح ننتظرها تجهز. بعد طبعا دبس الرمان يكون حسب الرغبة، ممكن ما نحركه هواي احنا حتى ما نمرده عندنا، وضروري يكون الماء حار ونخلي بيه الطرشانه حتى شنو ما تنمرد عندنا. بس هنا نجي ناخذ الكبه اللي موجوده عندي. وبهذا الشكل نجي نبلش مره ثانيه. طبعا الاشكال احنا اللي نريدها نقدر احنا نتحكم بها، ونخلي الحشوه بالنص
شوي ندوسها بقوة حتى قلنا طلع الهواء اللي بداخلها. نا اوكي نخليها قبل. ناخذ شوية من الزيت. نرجع بهذا الشكل. ونخليه. ناخذ مقادير هالكبة حتى ممكن اللي ما شافها. اللي ما شافها ممكن حتى اشتغلها تكون هالمقادير على شان. مثل ما شفتوا. نجي نخليها بهذا الشكل. شفتوا الدهن نسبته شلون تكون عالية. ناخذ ليلى من ميسان. الو شلونك ليلى؟ الله يسلمك، شلونك كيف عباس؟ شو اخبارك؟ رمضان كريم الحمد لله. رمضان كريم عليك. علينا وعليكم. اشكرك على هاي الاكلات الطيبة. شكرا لك، من ذوقك يا طيبه. يعني اكلك كلش طيب، يختلف عن بقيه الكيفات. الله يخليك. واحنا متابعينك من زمان. من ذوقك هذا. والله يعني اكلاتك كلش طيبه، انا بس حبيت اخبرك واسلم عليك. في جوال قلبك، يوم مسويه فطور؟ شو مسويه اليوم؟ ايوه مسويه مرقه بانيه. بانيه اليوم. ولحم وتمه. ولحم وتم، تمه العنبر؟ اي تمه العنبر. عنبر. والله. شكرا سيدي. اوكي شكرا لك. هنا حلو، ناخذ من واسط. طيبه من واسط. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك عايشه؟ شو اخبارك يا طيبه؟ زين الحمد لله. ترى اخبارك؟ رمضان كريم. الله اكرم علينا وعليكم. عيوني عمريني. لا ما يمر عليك ظالم، بس اسلم عليك وعلى الكادر كله. شنو اليوم فطورك شنو؟ اليوم ماي تبسي. تمه. اليوم تبسي؟ شات شوي. اليوم تبسي؟ اي تبسي. حلو، يا حد دزينا التبسي لو ما دزينا؟ شلون؟ دزينا تبسي؟ اي ادز لكم بعيوني. عوافي. تسلم. بس اول شيء اختي وماما واخويا يسلمون عليك هوايه هوايه. سلمي لي عليهم هوايه فردا عاله كلها سلمي لي عليهم. يا طال عيني. وثاني شيء ماما تقول ليش ضايج اليوم؟ انا لا ما ضايج، عدي مضوجني اليوم. والله عرفت. تقول والله عرفت. عدي مضوجني احكي وياك. انت داري بالتم الاحمر هو ما يضوج. من واحد من يسمع متصل يقول اريد تم احمر هو يقمص. اوكي. بس انا اقول لك شيء واحد. ايوه. ولو تدخل جذريه التمن شعفتها. التمن شعفته. التمن لا استوى وانتهى، خليته على نار هذا. ايش عبارك لعب؟ والله عطاني مثل جذريه تحتوي. لا ماكو هيك. يلا عيني مشكور وخذ راحتك. اوكي شكرا لك، سلام للاهل. يا طيبة هسه نرجع نلف بهذا الشكل. اوكي عندنا الطرشانة حتكون على الشاشة، هم نشوف الطرشانة ممكن اللي يحب يشتغلها. هاي تكون الطرشانة على الشاشة. اوكي مثل ما تشوفون ممكن ناخذ لها صورة الطرشانة حتى أو
اوكي ناخذ رسل من بغداد وبهذا الشكل. اوكي ناخذ رسل رسل. الو 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 رسل وياك تسمعيني؟ الو 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 شلونك شو اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله. رسول تسمعيني؟ اي يم التلفزيون واقفه يم التلفزيون الحمد لله واقفه يم البلبل. رسول عمرين يا رسول شلون نطبخ الاندومي؟ شلون نطبخ الاندومي؟ اوكي ماي حار ونخلي فيه الاندومي بالعافيه عليك. حلو شكرا يا رسل. ناخذ حسين من النجف. الو السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. رمضان كريم صيام رمضان كريم علينا وعليكم. شيخ ممكن سؤال بس بالنسبه لمرقه الطرشان اكو انا شايف في قدموها يعني بعض المناسبات عندنا هنا اصحاب الفرات الاوسط طرشان حمراء وياها عدس. هذا السؤال الاول. طرشان وياها عدس؟ اي يعني لونها احمر يعني شلون مرقه يخلوها على ويا اللحم على السمن هيك يخلوها بالمناسبات يعني لونها احمر يخلون وياها معجون وعدس الظاهر. اوكي انا اذا اشر لك الطرشانه الحقيقيه انا على السؤال الثاني العفو من حضرتك اريد اطبخ الشاورما. تعرف انت بالبيت ماكو هاي الشيء شمال الشو شيء اكو قالوا ينطبخ يعني بالبيت بالقدير او ما اعرف شلون شاورما الدجاج. شاورما الدجاج اوكي طبعا راح اشتغل شاورما الدجاج يمكن بعد باكر راح نشتغل الشاورما الدجاج او شاورما اللحم يعني بالقدير يعني مو بالشيش وهذا تعرف طبخ غير طبخ طبخ يعني بالطاوه. اوكي ها ها ها. اوكي. وهاي بالنسبه للطرشانه بدك تحكي لنا عليها. اوكي الطرشانه سولف طبعا انا اشتغلت لك الطرشانه اللي هي الطرشانه مالتنا تكون الابيه تكون بهذا الشكل. اوكي فممكن هو اجتهاد الاصليه طبعا هي البغداديه الطرشانه ممكن احنا هو اجتهاد يكون هو بيها عدس وبيها المعجون الطماطه فراح تكون يعني غير شكل يعني غير طعم. شوف. شكرا 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 حبيبي شكرا لك شكرا لك نورت. هسه نجي ناخذ مقادير الطرشانه راح تكون على الشاشه حتى ممكن اللي يشتغلها. ناخذ الطرشانه على الشاشه مثل ما تشوفون ونرجع شويه على الكوب وندوسها بهذا الشكل. عسل هنا حلو شفت مقادير الطرشانه طبعا الطرشانه تكون عندي اكيد جهزت واحنا كل ما تبرد عندنا الطرشانه تكون اطيب تكون غير شكل. هذا الشكل نرجع بهذا الشكل اوكي مثل ما تشوفون. طبعا ام راح نشتغل كبة الحامض ممكن نشتغل كبة الحامض ان شاء الله بهاي الايام القادمه. كبة الحامض غير شكلويه الحامض الشلغم. يلا بس نرجع نخلي نلف ونخلي ناخذ أم محمد من الأنبار.
محمد من الأنبار يا حمود. شلون شيف عباس؟ حبيبي شلونك شو أخبارك؟ الحمد لله والله. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. شيف عباس شلون طريقة حمل التشريب تشريب اللحم؟ تشريب اللحم الأبيض. تشريب لحم الأبيض. أنت نعم. بالأنبار يعني أنت المفروض تشريب مالك فشي لازم ها؟ نعم. الأنبار معروفين بالتشريب. رصيد راح يخلص راح أسمع كم التلفزيون ماشي شيء. أوكي 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 أوكي. طبعًا نأخذ المقادير تكون للتشريب اللي اشتغلناه تشريب اللحم. أوكي نأخذ المقادير اللي تكون للتشريب الأحمر اللي سويناه بس إحنا ما راح نخلي المعجون ولا راح نخلي صلصة الطماطة اللي موجودة عندنا مثل ما شفتوا. ناخذ محمد من واسط. ناخذ ام محمد. السلام عليكم. وعليكم محمد. محمد من واسط. يا حمودي تسمعني؟ نعم اسمعك. شلونك انت اخبارك؟ يسلمك يا العزيز حبيبي. نورني شيخ المحشي. شيخ المحشي ونسوي لك شيخ المحشي. اوكي تنتظرنا اطبخ لك اياه؟ والله احسن ما اشوفك انت تطبخ لان طبخك يفضل ما شاء الله. حبيبي انتظرني راح اشتغل لك الشيخ المحشي. اوكي ايش وقت ان شاء الله؟ طبعا ان شاء الله بهذا الاسبوع. انا باكر عندي تمن باقي وعندي التبس الدجاج باكر ان شاء الله. خير ان شاء الله. عقب باكر راح يكون عندي شاورما ووراها راح نشتغل لك الشيخ المحشي. والنعم لك. مشكور يا غالي. حبيبي الغالي. راح يكون التشريب طبعا هذا التشريب راح يكون اللي هو للدجاج وللحم. اوكي اوكي تشريب راح يكون عندي هنا تشريب الدجاج. اوكي ممكن اللحم نص كيلو او دجاجه كامله وممكن احنا راح نستغنى عن المعجون وعصير الطماطه راح يكون عندي هذا مقادير تشريب الابيض. اوكي اوس معدل اوس هسه مثل ما شفتوا ونقلب بهذا الشكل نجي هنا اخير قطعه حتى نسويها. اوكي هذا الشكل نفرشه. هسه هنا حتى شنو بعد نشوف طرشانه مالتنا ونشوف شنو امورها. هنا حلو اوكي مثل ما شفتوا احنا نستمر بهذا الشكل. نجي هنا نشيل ملح نشيل الزيت نشيل امور الكبه. مثل ما شفتوا شو تقول يا عدي؟ هذا اليوم انا ما احكي وياك. هذا الشكل
نعالج هنا نشوف امور الطرشانة حتى نصب الرز اللي موجود عندنا. اوكي نجي هنا نصب طبق. طبعا هذا التمر اشتغلناه مي اللحم اللي موجود عندنا سويناه بهذا الشكل. اوكي هذا طبق الرز شلون يدخن حلو حلو. نجي هنا ناخذ الطرشانه هاي الطرشانه نصبها بهذا الشكل. قام يبكي وهسه هذا طبق الطرشانه مثل ما شفتوا. طبعا صاعدنا هذا طبق الطرشانه. طبعا الطرشانه معروف عليه اذا بردت واذا باتت عندنا راح تكون اروع راح اطيب تكون اضخم. ممكن اذا تبرد شويه تكون بعد طعم اكثر ويصير شد يعني تشد اكثر بعد. ومثل ما شفتوا هذا الرز اللي وياها وهاي الكبه الحلبي. نحب نذكر كل هذا البرنامج راعة مطابخ السنديان والديكورات تكون هاي الاكله الجميله بعد مطعم شاورما. باي باي تمن باقله وتبسي دجاج باكر. باي باي.